بسمات وجوش ليه فرح أي حزين في صباح المؤمنين. نتواصل معكم في برنامج صباح المؤمنين مع مقراءة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من المؤمنين وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تفضل يا حاج راوي الحاج عائشة السلام باشا. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحاج عائشة بارك الله فيك سيدنا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون
آمن بالكتاب كله وإذا لاقوكم قالوا سلاما. أه؟ وإذا لاقوكم وإذا قالوا آمنا. تاني وإذا لاقوكم. وإذا لاقوكم لا مش لاقوكم قالوا آمنا. اسمعيها مني. وإذا لاقوكم قالوا آمنا. وإذا لقوكم قالوا آمنا. ماشي. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الحاجة عائشة، بالنسبة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، هل تستطيع أن تخرجي ما في هذه الآية من أحكام؟ نعم. وإذ كلها حروف مرققة، الألف هنا، الهمزة هنا همزة قطع مظهرة، والذال دي من الحروف اللثوية. ماشي. غدوت الغين هنا من الحروف المفخمة. ماشي. والواو هنا واو لين، حرف لين يعني. ماشي. غدوت من أهلك هنا في إظهار النون مع الألف اللي بعديها، الهمزة اللي بعديها تبقى هنا إظهار حلقي. أيوة نسميه إظهار حلقي. كلها حروف مرققة. نعم. تبوئ الواو برضو هنا عندي حرف لين لأن ما قبله مفتوح. نعم. وبرضو هنا الهمزة هنا على الكرسي اللي هو الياء. عندي بعد كده تبوئ المؤمنين هنا ضم، عملت حرف ضم للهمزة علشان خشية التقاء الساكنين. لا المؤمنين فيها لام. بتكلم على الهمزة الأولانية. لا المؤمنين فيها لام. لام شمسية ولا لام قمرية دي؟ المؤمنين. تبوئ المؤمنين لا قمرية مظهرة. ماشي كويس. بعد كده المؤمنين كلها حروف مرققة. ماشي. عندي حرف الياء هنا مد طبيعي حركتين المؤمنين. وعند الوقف عليه ممكن يبقى عارض للسكون. مد عارض للسكون. لا المؤمنين. احسنتي. مقاعد هنا عندي القاف هنا حرف مفخم مرتبة أولى لأنه مفتوح وبعده ألف مقاعد. طيب والله سميع عليم. والله سميع عليم. سميع عليم هنا في إظهار حلقي التنوين بعد حرف العين. وعند الوقف بقى يبقى مد عارض للسكون أربع حركات. أحسنتي. أكملي تفضلي. فتح الله عليك. ربنا يبارك في حضرتك. أكملي تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ همت طائفتان إذ همت ولا وإذ همت منكم أن تفشل والله وليهما. أنت جبتي واو هنا إذ وإذ همت. لا إذ همت. نعم أنا أسفة. تفضلي. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. لا منزلين. نعم منزلين. أنا أسفة. نعم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
أحسنتي أحسنتي يا حاجة عائشة، فتح الله عليك، جزاك الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم
في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تفضل الحاجة أم إبراهيم. تفضل يا حاجة أم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام حضرتكم بخير. وأنت بالصحة والسلامة يا حاج أم إبراهيم. تفضلي. الله أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأن من نبي قاتل معه. وكأين. نعم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا نعم ماشي سمع حضرتك. لا تفضلي. وإن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تاني بقى يا أيها الذين آمنوا. من أول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. يا أيها الذين آمنوا طيب لو سألناك بقى يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يردوكم على حكمها ايه؟ حضرتك الصوت بعيد قوي. فتنقلبوا خاسرين. لا انت تعرفي فتنقلبوا. لا تعرفي الحكم فتنقلبوا خاسرين. مش سمع حاجة خالص والله. فتنقلبوا خاسرين. أي. طبعا حكمها. أي. اظهار شفوي. ايوه اظهار شفوي. لانه ميم ساكنة وجاء بعدها الخاء والخاء من حروف الاظهار الشفوي. مفخم. الخاء مفخم. طب اتفضلي اكملي يا حاج. حاج مبرم اتفضلي. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. تاني. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما
ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من بعد ما أراكم ما تحبون. وقف الوقف هنا. وما ما أراكم من بعد من بعد ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم ثم عنهم صرفكم صرفكم أيوة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أحسنت يا أم إبراهيم أحسنت يا أم إبراهيم وجزاك الله كل خير ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الحاجة رايا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل إن شاء الله. ما شاء الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الحاجة راوية انت ماشية بقصر المنفصل؟ نعم ماشي. نعم لو سألناك عن قول الله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. نعم. ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم. ما في صدوركم وليمحص حكمها ايه؟ الكلمتين مع بعض يعني؟ اي صدوركم وليمحص. نعم. ما في صدوركم الالف اللي بعد الميم مد طبيعي حركتين. طيب. في صدوركم مد برضو طبيعي صدوركم وليمحص صدوركم وليمحص في صدوركم الميم إظهار شفوي واضح لأن بعديها الواو واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفه. أحسنت. طيب وليمحص ما في قلوبكم. نعم والله
برضك إظهار شفوي، الميم الساكنة بعدها حرف الواو برضو إظهار شفوي. عليم بذات الصدور. أيوة الميم بعدها حرف الباء يبقى إخاء شفوي لأنها ميم بعدها حرف الباء. أحسنت يا حجر، أكملي. حاضر أكملي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أحسنت يا حاج راوي، وجزاك الله كل خير. وجزاك الله كل خير. وجزا حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين تفضل الحاجة خديجة تفضلي يا حاجة خديجة معاك يا فندم تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته الحاجة خديجة بارك الله فيك شيخنا العزيز وأنت كذلك بارك الله فيك تفضلي اللهم بارك فيك وجعلك من أهل الفردوس الأعلى وفتح الله عليك أيضا اللهم أمين يا رب العالمين تفضلي نبدأ من رقم كام تبدأي من 168 اللي هي فرحين لا الذين قالوا لإخوانهم الذين إيه؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو نعم أطاعونا نعم أبدأ إن شاء الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا ريح الحروف لو أطاعونا ما قتلوا ماشي قل فادرءوا عن أنفسكم الموت عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ماشي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله ما فيش واو يستبشرون بس ما في ويستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
ماشي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لا، للذين أحسنوا منهم. نعم، للذين أحسنوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس هنا حكمائي. والذين قال لهم الناس بس. الناس الناس ده فيها مد طبيعي حركتين. ماشي، بس في حكم تاني اللي هو ظاهر فيها الناس. لهم الناس إظهار حركي. لا، الناس حرف غن مشدد وهي النون. الناس حرف غن مشدد وهي النون. مد طبيعي حركتين وهي النون. نعم، وهي النون. وهي النون، ايوه النون دي مشدد بتاخد حركتين. اتفضلي اكملي ان شاء الله. اكملي. ان شاء الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم. لا، فانقلبوا بنعمة من الله. معلش، أنا عندي عين بس ما بشوفش بيها. لا سلامتك. بس عشان كده الواو بتفلت مني. فانقلبوا تاني. نعم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أحسنت يا حاج خديجة، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير ونفع بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. نعم، أم إمام. السلام تفضل عليكم. تفضل يا حاجة أم إمام. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة أم إمام. أيوة مع حضرتك الحاجة أم إمام. ما شاء الله، تفضل يا حاجة. بارك الله في حضرتك، جزاك الله خير. الله يكرمك، تفضلي. تفضلك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم. تاني، ولا يحسبن. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. خيرا لأنفسهم. خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم
أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. نسأل الحاجة مؤمام. تفضل حضرتك. بالنسبة خير لهم. أيوه. خير خير خيرا لهم خيرا لهم دي حكمها ايه؟ هو خيرا لهم. ايوه ده ادغام بدون غن. احسنتي، ادغام بدون غنة لانه تنوين وجاء بعده ايه؟ اللام، واللام من حروف الادغام بدون غنة. ايوه. طيب شر لهم، هل هو شر لهم؟ نعم. شر برضو نفس الشر لهم برضو، التنوين برضو جاي وراه اللام برضو ادغام بغير غنة. ادغام بغير غنة. ايوه. والثاني ادغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. ايوه. اكملي يا حاج، تفضلي. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول لا بغير حق، تقف عليها، ولكن إذا خدتيها تقولي بغير حق و يعني تبين التنوين. بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أنت قلت بغير حق ولا بغير حق؟ بغير حق. أيوة أحسنت. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لا أنا ما سمعتش منك ذلك بما قدمت أيديكم. ما سمعتهاش منك، كأن أنت ما قلتهاش. حاضر. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نعم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. أحسنت يا حاجة أم أمام، وجزاك الله كل خير. الحاجة كريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا حاجة كريم. الله فيك يا شيخ، إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من
قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا حكمها إيه؟ واشتروا به ثمنا قليلا فيها حكم تعرفين؟ أيوة فيها إخفاء حقيقي. أحسنت. لماذا؟ علّلي لما تقولي. نعم. لماذا إخفاء حقيقي؟ إخفاء حقيقي لأن التنوين جه بعده حرف القاف وهنا الغنة تبقى مفخمة لأن القاف من حروف التفخيم. أحسنت. أكملي. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أحسنت يا حجة. الله يبارك فيك. حجة كريمة وجزاك الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. تفضل تفضل يا حاج محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وأنت كذلك، فتح الله عليك. فتح الله علينا جميعا يا رب. الحاج محمد، أعاد الله علينا هذه الأيام بالخير يا رب. الحاج محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. عليما حكيما الحاج محمد. نعم. حكمها ايه عليما حكيما؟ إظهار. لماذا؟ نعم. اما انت قلت اظهار، عللي لما تقولي. عليما حكيما. لماذا اظهار؟ اذكر السبب يعني. لان في تنوين ورا حرف الحاء. اي نعم. وحرف الحاء من الحروف المظهرة. احسنتي. طب حروف الاظهار كم يا حاجة محمد؟ حروف الاظهار خص ضغط انقاذ. لا، الاظهار الحلقي. اللي هي همز هاء عين حاء خاء غين خاء. يبقى نقول الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نعم. ايوه، فتح الله عليك. اكملي. نعم. تفضلي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أحدهم
أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة صح زي ما انت قلتي. نعم. بفاحشة مبينة. انت حققت الحكم اللي فيه. نعم. طب تقدر تذكري لي بقى الحكم ده بفاحشة مبينة؟ في هنا تنوين ووراء حرف الميم يبقى هنا ادغام. لا انا انا كنت عايز اقول لك على حاجة يا ام محمد بالنسبة للحكم. انا اما اقول لك بفاحشة مبينة بقول لك حكمها ايه. انت بتقولي ادغام بغنة ولا ادغام بغير غنة؟ لا ادغام بغنة. ادغام بغير غنة. الكلام اللي انت بتقوليه بقى عشان تنوين واتى بعده الميم ده بقى اسمه تعليل او اذكري السبب. يعني انا مثلا اما اقول مثلا بفاحشة مبينة ادغام بغنة هتقولي ادغام بغنة. هقول لك اذكري السبب. هتقولي لان تنوين واتى بعده الميم. حرف الميم والميم من حروف يمن. فتح الله عليك. اكملي اتفضل. اكملي الايه دي بقى. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. احسنت يا ست محمد. بارك الله فيك. وبارك الله فيك. شكرا جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
هم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. يا فتاح يا عليم انعم على المسلمين وارسم البسمات وشوشه فرح اي حزين في صباح المؤمنين. الصحه والجمال لون جديد للحياة. قناة الصحة والجمال تهتم بحياة وصحة وجمال المرأة والأم والأسرة المصرية والعربية وبكل ما يخص صحتها وجمالها وصحة أسرتها ورعاية أطفالها وحل مشكلاتها النفسية والاجتماعية والصحية، وتقدم لها الجديد والمفيد لصحتها وجمالها. قناة الصحة والجمال تخاطب المرضى والأصحاء وتوفر المعلومات الطبية والصحية الموثوقة وتهتم بموضوعات الصحة والوقاية وتربية الأبناء ورعاية الأسرة وتهتم بالحمل والجمال. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv. بتحلم كتير، أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. كل نهار وآخر ليل وساعات الليل نوم وأحلام. الأحلام ممكن تكون مصدر بهجة وسعادة، وممكن تكون سبب قلق وحيرة. يا ترى حلمك تعبك ولا مريحك؟ ما تشيلش هم. كل اللي عليك إنك تتصل من أي خط أرضي على 09000-320. هتلاقي راحة بالك في تفسير أحلامك مع مفسرة الرؤى والأحلام منة الله النجار. اتصل من أي خط أرضي على 09000-320 واعرف تفسير حلمك، لأن أحلامنا غنية بأسرار ورموز خفية وأكيد بتفسر حاجة في حياتنا. إذا كانت السياسة هي اهتمامك فصحتك هي اهتمامنا. للاشتراك في خدمة رسالة لصحتك، لعملاء اتصالات، عملاء موبينيل،
خدمة رسالة صحتك، نعمل من أجل صحتك. الصحة إحساس، نبض، مرآة، تواصل، إيجابية، تفاعل، آراء، أماني، أحلام، أفكار، طلبات، أسواق، خدمات، خير، فرص. الصحة لكل الأسرة. الصحة حل، الصحة نبض، الصحة خير، الصحة مرآة، الصحة الواقع، الصحة قناة التواصل، الصحة فرصة لكل أفراد الأسرة. الصحة قناة الإيجابية والتفاعل. الصحة أماني، أحلام، أفكار، خدمات. الصحة لكل الصحة والجمال، لون جديد للحياة. ورسم البسمات وشوشناه فرح أي حزين في صباح المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعا. بالنسبة لهذه الآيات اللي قرأناها، طبعا لابد أن يدخل عليها أو تدخل عليها أحكام التجويد. فإذا دخلت عليها أحكام التجويد حسنت القراءة، والتجويد معناه التحسين. تقول جودت الشيء أي حسنته. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحق. ولكن أنا في هنا يعني أمر ألفت به الأنظار، بأن يعني الحمد لله اللي ربنا خصنا بهذا الكتاب العظيم. لكن اللي أنا عايز ألفت به الأنظار إن إحنا لابد أن نعود إلى القرآن، نعود إلى القرآن وقراءة القرآن وتعليم أبنائنا وبناتنا. والحقيقة في هذا البرنامج يعني جزاهم الله كل خير، معشر النساء هم اللي كانوا بيتصلوا بالنسبة للقرآن وبيقرأوا القرآن، ولم يدخل أحد الرجال في هذا الاتصال. لكن أنا الحقيقة يعني برضو يعني ألفت أنظارهم أن يشتركوا معنا في تلاوة القرآن، وأسوق إليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني الخيرية التامة، الخيرية التامة لمن اتصلوا بنا في هذا البرنامج وقرأنا القرآن واستمعنا إليهم، يعني لهم الخيرية التامة أو الخيرية الكاملة. خيركم من تعلم القرآن، يعني خيركم يعني خير إنسان على وجه الأرض سواء ذكر أو أنثى قرأ القرآن يبقى هو خير إنسان، لأن طبعا هو يتحدث مع الله. فبالنسبة للأحكام لابد أن احنا يعني إيه نطبقها عند القراءة. يعني لما نيجي نقرأ من أول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل على نفسه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، حلا لبني، حلا لبني طبعا إدغام بغيرهن، والسبب
أنه تنوين وجاء بعد اللام، واللام من حروف الإدغام بغيرهن. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل، من قبل، نون ساكنة وجاء بعدها القاف فتسمى إخفاء حقيقي. ولازم نسمي أحكام التجويد تسمية الكاملة، يعني ما نقولش مثل إخفاء فقط، أو نقول مثل إظهار فقط، أو نقول مثل إدغام فقط أو إخفاء، لا. كل هذه الأسماء لو اسمين أو ثلاثة، إلا الإقلاب بس له اسم واحد إقلاب. لكن لما نيجي نقول مثل إدغام هنقول إيه؟ إدغام بغنة أو إدغام بغير غنة. أما نيجي نقول الإخفاء عندنا كذا إخفاء، فنقول إخفاء حقيقي أو إخفاء شفوي. فهنا من قبل يعد إخفاء حقيقي، من قبل أن تنزل التوراة، أن تنزل برضو إخفاء حقيقي لأن نون ساكنة وأجاب بعدها التاء. من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إن كنتم إخفاء حقيقي، نون ساكنة جاء بعدها الكاف. كنتم، كنتم نفسها فيها حكم، فيها إخفاء حقيقي لأنه نون وجاء بعدها التاء. كنتم، إذا أنا عرفت الحكم لابد أننا يعني إيه أحققه. مدام في كنتم هنا فيها حكم، ما أقولش كنتم ولكن أقول كنتم. كنتم صادقين، ميم ساكنة جاء بعدها الصاد فيسمى إظهار شفوي أو إظهارا شفويا. فمن افترى على الله الكذب، فمن افترى على الله الكذب من بعد، من بعد، من بعد النون هنا محطوط عليها علامة، محطوط عليها ميم. هذه الميم الصغيرة هي علامة الإقلاب، فإذا وجدت هذه الميم الصغيرة على أي حرف أعرف أنه هنا جاء إقلاب ولا بد أن أحققه كما يأتي. من بعد، ما أقولش من بعد، من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان، حنيفا وما كان، إدغام بغنة. لماذا إدغام بغنة؟ لأنه تنوين وأتى بعد الواو. حنيفا وما كان من المشركين، وإذا أتى بعد الواو فالواو من حروف ينمو. إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، حرف غنة مشدد وهي النون، لأن لازم أسميها لأن في حرف غنة مشدد برضو الميم. لكن لما أقول مثل إن أول بيت حرف غنة مشدد وهي النون، عشان أبين للمستمع إن أنا عينت الحرف اللي قدام مني. إن أول بيت وضع، بيت وضع تنوين وأتى بعد الواو فيسمى إدغاما بغنة. إن أول بيت وضع للناس، للناس حرف غنة مشدد وهي النون، وضع للناس للذي ببكة مباركة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى إدغام بغنة. لماذا؟ لأنه تنوين وجاء بعد الواو والواو من حروف ينمو. مباركا وهدى للعالمين، وهدى للعالمين إدغام بغير غنة لأنه تنوين وأتى بعد اللام.
وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات بينات، آيات بينات. هنا إقلاب، لماذا؟ لأنه تنوين وجاء بعد الباء، والباء من حروف الإقلاب. الإقلاب له حرف واحد وهو الباء فقط. وهدى للعالمين، وهدى فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله، نون ساكنة وجاء بعدها الدال فيسمى إخفاء حقيقي، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. الناس برضو حرف غنة، حرف غنة مشدد وهي النون. حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. برضو من استطاع إظهار، من استطاع إظهار، إظهار حلقي، من استطاع. يعني هو طبعا من استطاع، النون هنا جاء بعدها همزة وصل، من استطاع، فيبقى الحكم الإظهار هنا لم يتحقق، ولكن يتحقق متى؟ إذا جاء بعد النون همزة قطع. من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، ومن كفر، نون ساكنة وجاء بعدها الكاف، والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي. ومن كفر فإن الله، فإن الله أهو حرف غنة مشدد وهي النون، فإن الله، فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن، غني عن تنوين وجاء بعده العين، والعين من حروف الإظهار الحلقي. سميته أنا بقى الإظهار الحلقي، ما قلتش إظهار فقط، لأننا لو قلت إظهار المستمع ما يعرفش أي إظهار، لأن الأظهارات كثيرة. إظهار حلقي، غني عن، عن العالمين، العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تفعلون، والله شهيد على ما تفعلون، شهيد على، شهيد على إظهار حلقي. لماذا؟ لأنه تنوين وأتى بعد العين. شهيد على ما تفعلون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون، لم تصدون عن سبيل، عن سبيل، إخفاء حقيقي. لماذا؟ لأن نون ساكنة وأتى بعدها السين، عن سبيل الله. من آمن، جت هنا همزة الوصل، إيه؟ همزة القطع. من آمن، يبقى من آمن إظهار حلقي، إظهار حلقي. لماذا؟ لأن نون ساكنة وجاء بعدها الهمز، والهمزة من حروف الإظهار الحلقي. من آمن به وتبغونها عوجا، وتبغونها عوجا وأنتم، عوجا وأنتم إدغام بغنة. لماذا؟ لأنه تنوين وجاء بعد الواو، والواو من حروف ينمو. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وأنتم شهداء. مد متصل، مد متصل، يجوز مد أربعة وخمسة،
شهداء. هنا بقى شهداء دي بقى ممكن تاخد ستة، لكن لها شرط، المد المتصل ممكن ياخد ستة بس له شرط او شرطين. الشرط الاول ان تكون اخره همزة متطرفة زي شهداء دي، وان تقف او ان الانسان يقف عليه شهداء، او مثل السماء برضو ياخد ست حركات عند الوقف عليه، وعندما تكون اخره همزة متطرفة. خلاف ذلك فهو يمد من اربعة لخمسة، المد المتصل. وانتم، وانتم نون ساكنة وجاء بعدها التاء، يبقى حروف من حروف الاخفاء الحقيقي. وانتم شهداء، وانتم لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بغافل عما، بغافل عما إظهار حلقي. لماذا؟ لأنه تنوين وجاء بعده العين، والعين من حروف الإظهار الحلقي. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طب اتفضل. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، إن تطيعوا فريقا من، فريقا من أدي تنوين وجاء بعده الميم، يبقى إضغام بغنة. لماذا؟ لأنه تنوين وجاء بعد الميم. إن تطيعوا فريقا من، من الذين كفروا يردوكم بعد، يردوكم بعد، يبقى يردوكم بعد إظهار شفوي أو إظهار شفوي، لأن ميم ساكنة وجاء بعدها يردوكم بعد، وجاء بعدها الباء يردوكم بعد ملحوظة، احنا هنا أخطأنا، يردوكم بعد. هنا يسمى إخفاء شفوي، والإخفاء الشفوي إذا كانت ميم ساكنة وجاء ده بعدها الباء فقط يردوكم بعد، ولازم يتحقق هذا الحكم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وفيكم رسوله. أيوة. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا فتاح يا عليم انعم على المسلمين وارسم البسمات وشوش ليه فرح اي حزين.